تطورت الحرب في أوكرانيا، قتل شخص وأصيب 4 آخرون في بلغورود الروسية جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة المتاخمة للحدود الأوكرانية. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق مقاطعة بلغورود، كما أكد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة فوق المقاطعة.